فزر. مساء الخير. بعد مباراة الأخيرة فزنا وبعدين جات الوقفة وبعدين الفريق تقريبا تقسم، اللي راح المنتخب الإمارات وراح منتخب كمان تحت 21 سنة وكمان منتخب إيران، فتقريبا عندنا 3 أيام نتجمع تقريبا الفريق، فكثفنا على التمارين وحاول نحط أفكارنا للمباراة ونعرف إنه راح يكون مباراة صعبة بس ونحن قاعدين نحاول نخلق عقلية في الفريق إنه ما يهم من مع مين هنتقابل، فلازم يكون الفريق عقلية قوية ونحط كل لعبنا وخططنا عشان نقابل الفريق الخصم. مساء الخير. اولا مبسوط بعودته بعد وقت طويل من إصابة كبيرة حصل عليها السنة اللي فاتت، فهو شخصيا مر في لحظات صعبة، هذه تقريبا اول إصابة كبيرة مر فيها في مسيرته. بخصوص الاستعداد، ويشوف انه هو هم في الطريق الصحيح، قاعد يسوي الافضل في التمارين وفي المباراه عشان ويقابلوا في التمارين عشان يسوي كل شيء في المباريات، وشباب الاهلي يستحق يعني في منصات التتويج، فنحن نبغى البطولات ويكون في المراكز المتقدمه، وفي مثل هذه المباريات لازم ندخل مركزين، نعرف انه مثل الفرق حيقفلوا تقفيل، فلازم نكون نحن يمكن نمسك الكوره كثير بس لازم ننتبه على الهجمات المرتده، بس مثل ما قال المدرب لازم ندخل هذه المباراه مثل هذه المباراه سواء في العين او الجزيره او اي مباراه، انه كل مباراه لها 3 نقاط، فان شاء الله 3 نقاط بخصوص اللاعب الجديد البلجيك، طبعا حيكون مهم للفريق، عنده خبره كبيره سواء في الدوري الفرنسي وكمان في المنتخب البلجيكي، هو يلعب في خانتين فحيكون له مصدر كبير في الفريق، بس زي ما تعرف انه كان له فتره موقف فيمكن لياقته ما هي ما عنده الجاهزية، فبيحل اليوم إذا بياخذ المباراة ولا لا، بس حتى إذا راح أكيد ما حيبدأ من البداية. طبعا نحن بنتكلم على فريقنا إنه نحن دائما نحاول نطور من البرفورمانس اللاعبين يعني بشكل عام للموسم كله، مو طبعا للمباراة والمرتين، بس أكيد يعني بعد وقفة يعني زي ما قال الأول إنه في كم لاعب الدولي راح المنتخبات، وبس إنه الفرق مثل شباب الأهلي لازم يتعود على هذه الأشياء، فكنا إحنا عندنا وقت قليل عشان يتبرع المجموعة كلها، بس إن شاء الله نقدم كل طبعاً دائماً هو يعمل يكون الأفضل دائماً بالتمرين، يسوي كل شيء يكون الأفضل طبعاً بمساعدة الزملاء والفريق، بس أهم شيء من هذا كله يكون عنده جوائز الصعيد الشخصي، يكون كمان نكسب زي ما تقول دوري أو يكون بطل الدوري، فيكون الفريق كله يعني سعداء، فهذا حلمه أو حلم الفريق كمان إنه يحقق الدوري الموسم هذا أهم شيء، وبنسوي كل شيء نحقق هذا الإنجاز.